أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكد على أهمية صون المنجزات الكبيرة التي حققتها الحركة الشبابية والرياضية في المملكة في ظل الرعاية التي تحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وما تلقاه من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وأعضاء المجلس، والذي تم خلاله مناقشة العديد من المبادرات الرياضية والشبابية الجديدة بالإضافة إلى استعراض نتائج مشاريع مختلف الجهات الحكومية الهادفة لتفعيل سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن السياسات العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة تم إعدادها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للارتقاء بقطاعي الشباب والرياضة والتي تتطلب تضامنا وتكاتفا شاملا لتحقيق التكامل والترابط بين جميع الجهات الشبابية والرياضية بما يعزز السعي المتواصل لتطوير مخرجاتها على أسس مدروسة مبينا أن الاستعانة بالتجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال ساهمت في إثراء محاور سياسات المجلس الأعلى في مختلف المجالات. تطرق معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إلى سياسات المجلس، وهي 11 سياسة تم اعتمادها خلال الاجتماع الماضي، واليوم تطرق إلى تنفيذ هذه السياسات من خلال الوزارات، واللي طبعا شكر فيها جميع الوزارات التعاونات وتنفيذ هذه السياسات. وأيضا تم تكليف الأمين العام مساعد المجلس الأعلى للشباب والرياضة متابعة تنفيذ هذه السياسات مع الوزارات المعنية وتقديم تقرير مفصل عن ما يتم من عمل تنفيذ هذه السياسات. تم الاتفاق على مشروع بيكون له دور كبير جدا في زيادة الوعي بالحركة بالجانب الرياضي كممارسة أو كسلوك، حيث تم تكليف وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والجهات ذات العلاقة أيضا من خلال النظر في إمكانية الاستفادة من منشآت وزارة التربية والتعليم باستحداث المدرسة المشجعة للرياضة أو المدرسة الرياضية، بحيث يتاح لأبنائنا الطلبة والطالبات الاستفادة بشكل أكبر في النشاط الرياضي. بالنسبة للبند الثاني كان هو بند إنشاء مراكز رياضية للفتيات، وهو حقيقة كان تكليف من المجلس الموقر في اجتماعه السابق، ولله الحمد حصل هذا المشروع على مباركة سموه ومباركة أصحاب السمو المعالي وأسعاد أعضاء المجلس. من خلال هذه المراكز سوف تخصص لي الفتيات للرياضة التنافسية، ونقصد فيها الرياضة اللي ممكن يلعبون فيها رياضات. بناء طبعا على توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه فيما يتعلق ببناء استاد رياضي جديد، تم اليوم عرض ما توصلت إليه اللجنة اللي وجه بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اللجنة المشتركة اللي كانت بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأشغال. عرضنا اليوم من خلال الاجتماع ما توصلت إليه اللجنة من خلال وضع دراسة أولية حول المشروع ومكونات المشروع، وأيضا التكلفة المتوقعة للمشروع، وأطلعنا المجلس بشكل عام على جميع تفاصيله.